بالتأكيد أستاذ الكريم، هذا الحدث حدث كبير جدا وحدث مهم جدا لطبيعة هذه القوات، هذه القوات التي يقودها هذا الرجل تعتمد بصورة أساسية كغيرها من القوات الميليشية التي تقاتل بالثمن، وخاصة هذه التي تقاتل عابر الحدود. بالتأكيد مقتل قائد لهذه القوات سيكون له أثر كبير جدا جدا على بقاء وعلى مستقبل هذه القوات، خاصة وإنه بعد الحركة الأخيرة التي قام بها ضد روسيا، وروسيا هي الداعم الرئيسي لهذه الميليشيا، فربما كاريزما قائد هذه القوة يؤثر تأثير كبير جدا في حالة فقده بالموت أو اغتياله في هذه الطائرة التي سقطت قبل قليل. دكتور محمد علوش، بتقديرك مستقبل ميليشيا فاغنر العابرة للحدود المشاركة في قتل الأوكرانيين والليبيين والسوريين وغيرهم، هل مستقبل هذه الميليشيا تراه مرتبطا بشخص مؤسسها بريغوجين؟ لا أعتقد على الإطلاق. طبعا ستتعرض لهزة كبيرة جدا ولضعف شديد، لكن إعادة الهيكلة أمر ممكن وسريعا، خاصة أنه العلاقة لم تعد جيدة كما هو معروف بين الرئيس بوتين وبين مؤسس فاغنر من ناحية، وهناك طبعا كان توترات كبيرة جدا بين القيادات العسكرية والتي تمسك مفاصل القوى العسكرية في روسيا وبين مؤسس فاغنر، والذي أدى في طبيعة الحال إلى ما يعرف بمحاولة شبه انقلاب كانت، وإن كانت تحت ستار تنظيف المؤسسة العسكرية من الفاسدين. على أي حال مؤسسة فاغنر لا تختلف كثيرا وفق المشهد الاستراتيجي لقراءات القوى الدولية عن ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية التي تنفذ أجندات تتبع لمؤسسات الدولة، وروسيا ليست الدولة الوحيدة في العالم التي باشرت هذا النوع من العمل العسكري غير المباشر. هناك الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها في العراق ما يعرف ببلاك لو، وأيضا مجموعات أخرى كانت لدول أخرى في دول أخرى، أيضا تعمل هذه القوات بشكل عام تحت إمرة عسكرية غير مباشرة تؤدي المنافع التي ترجوها الدولة عادة بشكل غير رسمي، ولا تتحمل أي مسؤولية لأي أخطاء أو أعمال غير قانونية. وبالتالي هذا النوع من المؤسسات هو يشبه ما يسمى بالطائرات المسيرة التي يقودها من على الأرض شخصيات حقيقيون، لكنها في طبيعة الحال هي عبارة عن آلة تسير بعيدا في الأجواء، والخسارة فيها تكون قليلة. هذا ما يحصل عادة مع هذا النوع من المنظمات العسكرية، وبالتالي هي صرعة، أقول صرعة في العمل العسكري في إطار توازن القوى بين الدول المتنافسة. هناك في الإقليم على سبيل المثال إيران لديها مثال كبير جدا في هذا النوع من الجماعات التي تمثل الدولة في خطها السياسي وفي تمويلها العسكري، لكنها لا تتبع لها بشكل مباشر ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية عنها. وإذا كان لإيران أو لروسيا أو الولايات المتحدة كما ضربنا أمثلة على ذلك، فهناك دول أخرى أقل شأنا في المنطقة وخارج المنطقة تقوم بمثل هذا الدور، بل تعمل على مثل هذا الدور. وما يعرف بالمؤسسات العسكرية المجهرية داخل الدولة هذا نمط جديد أيضا في إطار تغير موازين القوى في أعمال السيطرة وأعمال طبعا ما يعرف بتحقيق المصالح بعيدة المدى للدول. موقع ريدوفكا الروسي سعاد العميد يقول: من المحتمل أن يكون بريغوجين سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى. إذا جمعنا هذا الخبر بالخبر الذي يقول عن وسائل إعلام روسية إن طائرة ثانية تعود لبريغوجين هبطت بسلام في موسكو، ماذا نفهم؟ بالتأكيد متوقع هذا الحديث، وذلك لأهمية هذا الشخص ولإمكانياته العالية جدا في التمويه والإخفاء نفسه، خاصة بعد الإشكاليات التي حدثت بينه وبين الخلافات بينه وبين الرئيس الروسي.
وربما انه القياده الروسيه رات في انه هذا الشخص قد اصبح شخصا غير مرغوبا فيه، وبالتالي يعني يجب انه التخلص منه ونقل القياده الى كما ذكر ضيفك الكريم الى شخص اخر. تقول اننا امام محاوله اغتيال واضحه؟ قطعا، ان كان ذلك حقيقي انه ليس خللا فنيا مثلا. نعم، ليس خللا فنيا في الطائره. لا، حتى يعني طريقه سقوط الطائره ليست بخلل فني، واضح انها اسقطت بقذيفه او بصاروخ او بتفجير او بشيء اخر يعني. وهناك فيديو على كل حال، يا ريت يكون معنا للحظه سقوط الطائره. نعم، سقوط الطائره يوضح انه ليست عطلا فنيا. المتهم واضح. الاول بمحاوله اغتيال بريغوجين من هو؟ والله لا يعني لا نستبعد القياده الروسيه اطلاقا، للخلاف بين قياده هذه القوه والرئيس الروسي في الفتره الاخيره. واضحه ملابسات الحادثه دكتور محمد علوش؟ والله شوف، امر متوقع هو عمليه الاغتيال، لكن اسميه الاغتيال النظيف بصراحه. الاغتيال النظيف لا يكون بشكل مباشر، يعني لا يتم عبر اسقاط الطائره بصاروخ. انا لم اشاهد حتى اللحظه الفيديو حتى نستطيع ان نقيم الحاله بصراحه، لكن اعتقد انه الرئيس بوتين هو من الذكاء بمكان ما يحول دون عمليه تنفيذ اغتيال بهذا الشكل المباشر. عمليه اسقاط الطائره بشكل فني او خطا فني كما يقال هو الامر الذي ارجحه، وإن كنت يعني يغلب الظن علي أن الرئيس بوتين هو منذ اللحظات الأولى لأعمال التمرد لبريغوجين نوى أن بالفعل أن يبعده وأن يقصيه عن الحياة السياسية والعسكرية وحتى الحياة المادية، بمعنى قتله بشكل مباشر ليعطي دروس كبيرة جدا لمن يريد أن يفكر أن يعترض على شخصية الرئيس بوتين، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات والامتعاض لدى مؤسسات، لدى شخصيات كبيرة ونافذة في المؤسسة السياسية الروسية نتيجة الإخفاق الشديد في الحرب الأوكرانية. وإن كانت طبعا أوكرانيا لم تربح الحرب بعد، لكن إخفاقات عديدة هزت صورة شخصية الرئيس الروسي. ولو نجح بريغوجين في تحقيق أقل من 10% أقول مما كان ينويه حينما أعلن الانقلاب، لكانت روسيا في خبر كان الآن، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن إمكانية حرب أهلية بالفعل في 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 روسيا إن كان نجح بريغوجين في تحقيق فعلته. روسيا تريد أن تقول بشكل كبير جدا أنه الرئيس بوتين لا يزال يتحكم بكامل مفاصل الأمور في البلد، وشخصية من هذا النوع في اعتقادي وإن كانت يديها ملطخة بالدماء وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان على ذلك، لكنه من الذكاء بمكان أن تكون عملية الاغتيال بمثل هذا الوضوح، خاصة أنه في الفترة الأخيرة. لماذا أستبعد أنا آخرون عن المشهد؟ أستبعد آخرين عن المشهد لأنه أوكرانيا حاولت أن تستفيد من هذا الصراع لصالحها. الولايات المتحدة الأمريكية أجلت العقوبات التي كانت تريد فرضها على مجموعة فيغنر حينما علمت أنها قد تساعدها بالفعل في الضغط على الرئيس الروسي، لكن تحول قوات فاغنر الى الحدود مع في بيلاروسيا الى الحدود مع بولندا هذا اعاد خلط الاوراق من جديد بخصوص هذه العمليه. وبالتالي انا شخصيا لا استبعد على الاطلاق انه المتهم الاول والاخير هو الرئيس بوتين.